سالي مي شيغ زلاف، كنتمنى تكونوا بخير. دونك غادي نبدا نخدم معاكم امتحانات. كاين اللي غادي يبدا امتحانات السيمانه، لقيت عندي بزاف لي كومونتير، وكاين حتى ورا العطله. دونك باقا سيمانه وغتكون العطله، اذا هذاك ورا العطله هذاك هو الوقت ديال الامتحانات. كاين اللي غيكون سال الدروس غيسبق. المهم على حسب، نبدا نخدم معاكم من دابا، نستعدوا للامتحان. نكون خدمت معاكم بزاف ديال النماذج، حيت كان شي امتحان كنحطو معطل كيقول لنا شي تلميذ مثلا في كومونتير غدا يلا خدمناه اليوم بحاله. اذا بغيت نعطيكم دابا النماذج كاملين. هنا عندنا العنوان: il met en vente leurs deux enfants pour de la drogue. لو تيتر هنا عندنا ديجا نتوما قريتو الفي ديفير، ياك قريتو الفي ديفير اللي هو كيعاود واحد لو تاكس كور، كيعاود لكم واحد مثلا اكسيدون، كيعاود ان سوندي حريق. اذا غادي نعطيكم، غنبقاو نخدمو الفي ديفير. هادو اخر حاجه عندكم هو الفي ديفير، وعندكم الانترفيو. غادي نخدم معاكم امتحان في الاول درنا ديال لا اون، ودرنا لا فيش. دابا الامتحانات الاخرين، الامتحان الثالث والرابع اللي هو لا بروديكسيون، غادي نركز لكم على الاخر اللي هو الفي ديفير، يعني باش تكونوا عارفين شنو كنخدمو. وكاين اللي مازال غادي يقرا الفي ديفير. المهم حنا تركتي مازال ما قريتيش، غادي تستافد. وغادي نشوفوا الانترفيو كيف تصايبوا النماذج ديال الانترفيو. المهم تاكسو اسئله. هنا العنوان il met en vente، قالك هنا il met en vente يعني هما il جوج الناس كيبيعوا، باعوا كيحطوا ولادهم للبيع، دو زونفون بور دو لا دروغ، على قبل مقابل لا دروغ. يعني هادو مدمنين، من العنوان باين شي جوج مدمنين كيبيعوا ولادهم باش ياخذوا الفلوس ويمشيو يشريوا لا دروغ. دونك نقراو لو في ديفير. الحدث غادي يعاودوا لنا كلشي. ان كوبل ريزيدون بري دو لوس انجلس، يعني واحد الكوبل يعني زوج وزوجه ساكنين في اون كاليفورني. دونك هنايا اونتر بارونتيز درنا فين جات بالضبط، لي زيتازوني، الولايات المتحده. هاد الناس هادو اتونتي يعني كيحاولوا، حاولوا دو فوندغ سي دو فيس، يعني يبيعوا جوج ديال ولادهم اون اشونج، يعني بالمقابل دارجوني، بمقابل فلوس اي دو دروغ، يعني لدرجة هما مدمنين مبقاوش عاقلين شنو كيديرو. فانس كالوجيرو اجي دو 38 اي سارا نيسون 32. دونك هنا عطاونا السن ديالهم شحال، يعني الزوج عندو 38 اي لا فام 32. اون ايتي انتربولي لو 14 ديسمبر ديرني. هنا الفي ديفير ضروري خاص يكون عندنا لو طون، يعني شنو هو الفي ديفير؟ هو واحد النص كيعاود لينا واحد الحدث، كنعرفو الزمان وكنعرفو المكان شنو واقع، لي كونسيكونس يعني النتائج السلبيه، كون متى او ليو. دونك هذا هو لو تيكس، وكيكون كيعاود لينا الافعال باسي كومبوزي. دونك هنايا لو 14 ديرني ديسمبر ديرني اون فلاغرون ديلي ا لانكاستر. دونك فلاغرون ديلي يعني واحد الجريمه اللي هي بشعه، ان هاد الفيد ديال انهم يبيعوا ولادهم يعني اللي هو واحد الخطا فادح. ils ont été inculpés de mise en danger de la vie d'enfant, négligence sur enfant et consommation. يعني حكموا عليهم اولا انهم كيعرضوا حياه ديال هاد لي زونفون للخطر، mise en danger de la vie d'enfant, négligence sur enfant والاهمال انهم هاملين ولادهم، اي وحكموا عليهم عاوتاني consommation de drogue انهم كيستهلكوا لا دروغ مخدرات. le couple a été placé en détention، يعني انهم اعتقلوهم احتجزوهم عندهم اعتقال. et leur caution a été fixée، دونك الكفاله اللي غادي يحطوها فيكسيت في يعني شحال غادي يحطوا 100000 دولار. دونك هنايا دونك ان في ديفير بوين اورغ. دونك هنا دا المصدر لا سورس. دو كيل جونغ دارتيكل ساجيتيل سو تيكست، يعني النوع ديال الارتيكل كيتكلم هاد النص هذا. دونك هاد لو تيكست هذا دونك سي ان في ديفير. دوزيام كيستيون لارتيكل سي دوسو، يعني هاد المقاله هادي اللي عندنا هنايا رابورت-il une nouvelle réelle، واش كتحكي لنا شي نوفيل، قصه ريال حقيقيه او ايماجينير، ولا شي احداث خياليه. دونك لو في ديفير كيعاود لنا شي حاجه اللي واقعه، دونك انا كيعاود لنا واحد الخبر لي نوفيل ريال حقيقيه. كيل لا سورس دو سيت ارتيكل، المصدر ديال هاد الارتيكل هذا. دونك عندنا خداو لينا من سورس، سورس انترنت، مصدر من الانترنت. دونك تشوفوا لا كيستيون 4، relever les réponses. دونك هنايا كي غادي نستخرجوا من في ديفير، شكون من الشخص، كوا يعني السوجي اشنو واقع، و كيقصدوا لينا المكان، يعني غادي نخرجوا هاد الاحداث كاملين، كي لا بيرسون، كوا، و كون، متى، فوقاش هادشي وقع،
و لا لي كونسيكونس يعني النتائج، شنو هما لي زيف النتائج السلبيه اللي وقعات، يعني شنو الكونسيكونس هادشي اللي ادى شنو، وشنو هو لو موتيف السبب ديال هادشي كامل يعني لا كوز. هنا بالنسبه لكي شكون هذا، واحد الكوبل يعني واحد زوج وزوجه كوا ميت اون فونت لوغ دو زونفون يعني كيبيعوا ولادهم. و دونك وعندنا هنايا لونكاستر يعني جات هذه في الشمال لو نور ديال انجلتر، لونجلتر دونك بالضبط لو نور ويست دو لونجلتر. وهنا عندنا لو 14 ديسمبر، اذا هنايا او كون متى الوقت هو 14. الاحداث كنجبدوهم من الفيديفير كونسيكونس يعني شنو هما النتائج المخلفات ديال هذا الشيء وموتيف السبب. دونك نرجعوا للتكست باش نعاودوا نشوفوهم. عندنا يعني شنو ديجا هما راه شدوهم، يعني كوبل اي تي بلاسي اون ديتونسيون بروفيزوار اي لو كوسيون اي تي فيكسي، يعني والكفاله اللي غادي يحطو هي 100,000 دولار. بالنسبه للموتيف السبب طونتي افون سي دو فيس اون ايشونج، بسبب التبادل يعني بسبب هنايا مقابل ايشونج دارجون مقابل الفلوس. دونك هذيك حتى تكملوا درت لكم نقاط يعني تكملوا هذيك لا فراز. دونك الفي ديفير كيجاوب لينا على هاد لي كيسيون، خص ضروري في امتحان اوزيت غادي يعطيكم طابلو انكم تقولوا كي يعني شكون اللي واقع عليه هادشي، السوجي كقصدوا بكي السوجي. هنا كومونيكاسيون غولي بار اون فليش، عندنا هاد طابلو هذا وغادي نصل كل حاجه مع لي لونسي المناسب ديالها. اون انفيتي ا لا ميتريس دو ميزون، يعني واحد الانفيتي شحال ضايفه معروضه لا ميتريس دو ميزون يعني اللي خدامه في لا ميزون، شنو تكون قالت ليها؟ قالت لها جو تروف كو طون طاجين اي ديليسيو، يعني عرضت عليها في الدار تقول لها الماكله ديالك زوينه. هنا ان باترون ا سي زوفريي، يعني واحد لو باترون مع العمال ديالو شنو غيكون قال ليهم؟ بور موا بالنسبه لي انا نوتر ايزون نو برودوي با سي زاسي، يعني ما كيتسش بزاف. ان افوكا يعني واحد المحامي اسون كليون، يعني الكليون ديالو شنو غيكون قال ليه، يعني الهضره اللي تكون عندها علاقه بمحامي. جو بونس كو نو زيفور، يعني قال لك كنظن ان هاد المجهودات ديالنا نون با زيتي فان، يعني ما كانوش بدون جدوى. فو فوالا لي بغانت دابا حر يعني خرجوا من الحبس ولا. اون ايكولوجيست انترفيان على تيلي، يعني ايكولوجيست عالم البيئه مناخ، يعني شنو قال لهم؟ امون افي تو الموند اي concerné ou le sens des dangers concernés des dangers de la pollution. Maintenant, langue, mettez les verbes entre parenthèses au passé composé. On sort le fait le passé composé, le madé. Maintenant, le verbe aller. هاد لو فيرب الي كيسكون دابا الافعال باش كنبغي نصرفهم انا في الماضي. ديجا راه خدمت معكم هاد الدرس هذا ودرت لكم واحد الطابلو، حيت الافعال في الماضي يا اما كيتصرفوا لينا مع لوكسيليير اتر، اما كيتصرفوا كونسكونجيغو مع لوكسيليير افوار. اذا وباش نعرف انا هذا ولا هذا عطيتكم واحد القاعده في الدرس، يعني ترجعوا للدرس ضروري باش تعرفوا تصرفوا الافعال. دونك لو فيرب الي يل سو كونجيغ افيك لوكسيليير اتر، يعني جو سويز الي توي الي اتسيتيرا. il finit donc هنا il finir ses devoirs. هنا finir le verbe finir قال الافعال ديال دوزيام جروب باش ما تدوخوش كي تكونجوغا مع لوكسيليير avoir. اذا ماش ديما كي ما تفكروش في être في دوزيام جروب. elle a fini ne regarder donc هنا عندنا regarder un film d'action. اذا regarder verbe de premier groupe est conjugué لنا مع لوكسيليير avoir. Nous avons regardé. Ou les auxiliaires avoir ne s'accordent pas. Mais qui s'accordent mal féminin, mal pluriel. Écrivez correctement les adjectifs entre parenthèses. هنا عندنا الدرس ديال les adjectifs où on a net qui s'accordent. يعني الكلمة اللي كتكنعاتها مؤنث خصني نزيد ليها او، اللي كتكنعاتها جمع خصني نزيد ليها اس، إذا كانت مؤنث جمع كندير او اس. يعني ils s'accordent en genre le genre هو النوع masculin ou le féminin ou en nombre العدد pluriel ou la singulier. elle a découvert de nouveaux méthodes. elle a découvert اكتشف عندنا entre parenthèses nouveau يعني شي حاجه جديده adjectif. شنو كنعتو شنو هادي لي نوفو ميثود لي ميثود يعني اكتشف واحد الطرق جداد. وهاد ميثود كتشوفوا فيها او اس هادي فيمينا ميثود اون ميثود في ال سانغولير اون ميثود، وبما انها عندنا فيها اس الجمع اذا او اس نوفو تولي نوفيل ميثود.
لي فيل دي نور يعني المدن ديال الشمال سون تري شارمون شارمون ساحرين جذابين مهم زوينين. وهاد شارمون شنو كتنعت لينا؟ شنو هادو لي شارمون زوينين؟ لي فيل مدن، دونك انا وعد نقولو اون فيل لا فيل مدينه مؤنث، اذا كنقولو لها اون فيل لا فيل. شارمون شنو خصنا نزيدو لها؟ او، وحنا ما عندناش غير لا فيل، عندنا لي فيل، اذا جمع خصنا نزيدو لها او ديال فيمينان ونزيدو لها اس ديال بلوريال، اذا غتولي لا ديرنيير فراز جي رونكونتري، يعني تلاقيت جي رونكونتري اون بون في، دونك انا تلاقيت واحد البنت بون في بون يعني جيده مزيانه. هاد بون كتنعت لينا شنو؟ في لا في، اذا هذه لا في مؤنث راها باينه، دونك ما نقولوش بون بون بور لو ماسكولان، دونك شنو نقولو؟ بون. اذا كنزيدو هنايا ان، عاد كنزيدو او ديال الفيمينان. كو كانت عندنا لي في الجمع كنا نزيد نديرو بون او اس ا لا فين، دونك هنا لادجيكتيف ساكورد، داك الكلمه لادجيكتيف كنشوفوه شنو كينعت، وداك الكلمه كنرجعوها كنشوفو لو جونغ ديالها وكنشوفو لو نومبر. دونك لو جونغ فيمينان ماسكولان، لو نومبر بلوريال سانغولييه.